غدير، مساء الخير. مساء الخير يا ايمان، انا ببسط بالجو، انا موجوده هنا على دي كوبري اهم حاجة غدير. ومعايا عدد كبير جدا جدا من المصريين. والله ببسط جدا جدا بالجو، الجو اكتر من رائع هنا. طبعا كوبري قصر النيل احد اقدم و يعني اعرق واشهر كباري القاهره ومصر، ويمكن مرتبط في اذهان مصر وزوارها كمان بفكره مصر، الصوره الذهنيه اللي عندنا بالفيو او بالمنظر اللي موجود على كورنيش النيل الرائع. عايز اقول لك ان احنا عانينا الصيف ده يا ايمان من موجات حر قويه جدا، ويمكن وفقا للدراسات الصيف ده تحديدا على كوكب الارض هو احر صيف يعدي على كوكب 120 سنه، احنا كلنا حسينا ده يعني الفتره اللي فاتت. لكن خلاص يعني انا قادره اقول لك انه بشكل رسمي دلوقتي من فوق كوبري قصر النيل واضح كده انه الجو والموجه الحاره تقريبا انتهت، لان انا حاسه بنسمات هو رائعه جدا، ويمكن ده سر الاقبال. يعني هستاذن بقى زميلي عبد الوهاب يستعرض الصوره، هتشوفي سيوله مروريه وهتشوفي اقبال كبير قوي من الناس موجود هنا، ناس من جميع الفئات العمريه، وفي اسر ابتدوا يخرجوا في نزهات ويستمتعوا بمنظر النيل، في شباب يمكن لو كمان اتحركنا بالكاميرا اكتر في الاتجاه نفسه هنلاقي شباب معاهم يعني مواد اضاءه رينج لايتس وحاجات كده كمان بيصوروا الناس كلها. النهارده الحد، فالحد المفروض انه يوم عمل، فانا مش في زحمه، يعني الناس موجوده ما شاء الله. خلينا نشوفهم كده على الكوبري، الناس في زحمة خارجه كبيرة. ونازله، لانه في العادي المنظر ده بيبقى ممكن خميس لسه جمعه، كنت هقول لك النهارده انه الاحد وبكره في شغل الصبح. بالظبط عبد الوهاب، عايزين نتفرج المشاهدين على الصوره، ويمكن يعني عايزين نتحرك اكتر في نكمل في الاتجاه ده اكتر. يمكن شايفين ناس قدامي مش بس اسر بتتحرك، لكن كمان زي ما قلت لك في ناس بتصور. الحقيقه انه مش مجموعه اصدقاء بيتصوروا، لا يعني في كم كبير جدا من الشباب هنا بيعمل في فكره التصوير، تيجي ويعرضوا عليكي هم خدماتهم يا ايمان، يعني تتصوري في مقابل مادي معين ويجيب لك الصوره يعني جاهزه بمواد الاضاءه بكل حاجه، بيتخرجها لك بشكل لائق وبيديها لك كمان وانت موجوده. شايفين كمان عربيات الحنطور اللي يعني مستمره في انها تلفت نظر ناس كتير، ويمكن في عربيه حنطور شكلها مميز جدا مش الشكل التقليدي، يعني عربيات زي عربيات الاميرات كده، في اشكال مختلفه من عربيات الحناطير بتعدي. وشايفين كمان غير المصريين والاجانب في يعني اعداد كبير جدا من الفجات الافواج الاجنبيه اللي موجوده، مش بس الاسر المصريه. وطبعا هنا يعني بيسيطر على المشهد من تحت بقى الكوبري المنظر بتاع المراكب، في مراكب طبعا باحجام مختلفه، مراكب النيل اللي بتجيب اعداد كبيره قوي من المواطنين بيركبوها، يمكن التذكره بتبتدي من 15 جنيه ومن 20 جنيه، فده بيدي فرصه كبيره قوي للناس انها تستمتع. وفي طبعا مراكب يمكن باحجام اصغر شويه، بتهيألي دي فسحه كل الناس، اللي بياخد بقى مركب خصوصي واللي بياخد تذكره ب 10 جنيه و15 جنيه. المكان هنا مرتبط بذهن كل المصريين بالاستمتاع وبالفسحه. عايز اقول لك يا ايمان ان ده اقدم كوبري في تاريخ مصر بيعبر النيل، وتسمى كوبري قصر النيل لانه وقت بناء، وقت انشاء، وقت الخديوي اسماعيل اول ما ابتدى يعني يتم بناؤه بشكل بدائي، كان في قصر كبير هنا من اتجاه التحرير اسمه قصر النيل، كان بناه محمد علي واحده من بناته، وكان القصر بديع جدا في وقتها، فالناس كلها كانت بتقول عليه القصر الحلو اللي على النيل، قصر النيل، فلما اتبنى الكوبري قالوا قصر النيل. وبرغم ان الكوبري اتغير شكله تماما وتجدد، وفي عهد الخديوي او الملك فؤاد الاول ابن الخديوي اسماعيل اتبنى بشكل جديد تماما، وافتتح 1933، ويمكن ده منقوش على التماثيل البرونزيه الخاصه بالاسود في بدايه ونهايه يعني الكوبري. اتسمى الملك خديوي، الملك فؤاد الاول سماه كوبري الخديوي اسماعيل يعني تكريما لوالده، لكن المصريين فضل في ذهنهم الاسم الاول انه كوبري قصر النيل. عايز اقول لك انه من وقت بناه في التاريخ لغايه دلوقتي انا بتهيألي اتغير شكل الناس ولبسنا، لكن فضل في ذهننا الفسحه يعني قصر النيل ومصر
شكلها الذهني بيجي في دماغنا الاهرامات ومنظر النيل من ورانا والمباني المضاءه بالوان حلوه والمراكب اللي بتعدي في النيل. اعتقد ان المنظر ده بيجمعنا كلنا كمصريين، بيجمع كل زوارنا، يعني كلنا بنتشارك في حب من كل الاوساط الاجتماعيه والدرجات الاجتماعيه والدرجات العلميه، كله هنا بيجي وبيستمتع بالجو. حلوه قوي يا دير، انا هسيبك تستمتعي بنسمات الهواء والجو. هسيبك تستمتعي، انا عارفه انت بتحبي ده، وقدمت لنا قبل كده فقره حلوه قوي كمان على الحنطور من شوارع وسط البلد. هدير جميل، بشكرك شكرا جزيلا على البريك الحلو ده والصوره الحلوه دي.